السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني إخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية سورة تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين بيعة المهدي، وأن هناك سيكون تنافس على من سيكون المهدي الأقرب، يعني من أقرب المقربين للمهدي. أحباب الله، الرؤية تبدأ كالآتي: قال السلام عليكم يا شيخ، صديق لي تونسي رآني في تلك الرؤية أنه كان، يعني الرأي صاحب التونسي، رأى نفسه راح يبايع المهدي، وأنه هذا اللي بحكي للرؤية أنه دفعته وبايعته أنا المهدي قبله في الكعبة، وكان هناك قلة من الناس، وكنا سنبايع لرجل يلبس لباس أبيض وكانت له كرش، وتهيأ لي في المنام أنه المهدي، وقلت أنه المهدي عليه السلام، وكنت أنا أول من يبايع له، لكنك دفعتني وأتيت تبايعه. انتهت. يعني الرائي بقول للي بعث له الرؤية، اللي بعث له الرؤية مش الرائي، صاحب الرائي بيحكي الرائي شو شاف في المنام، بيحكي عن اللي بعث له الرؤية انه هو اللي دفعه. فهذا بدل احباب الله اول شغلي على ثلاث امور. الامر الاول اللي بقول لك، شاف الرجل اللي بده يبايعه لابس ابيض وكانت له كرش. هسه لابس ابيض بدل على انه بالموسم الحج، ولابس ابيض هذا وله كرش بدل انه من قبيله كبيره او عشيره عظيمه، يعني ايش له عزوه. قلت يا احباب الله، هاي معنى الكرش كبير. اذا المهدي من عشيره او قبيله كبيره وراح يكون مدعوم في البيعه، ما حدا يقدر يقرب له او يأذي، غير حفظ الله سبحانه وتعالى راح يكون محفوظ برضه من عشيرته ومن ايش اللي جايين يبيعوه. هسا هاي النقطه الاوليه. النقطه الثانيه انه في تنافس على البيعه، مين بده يسبق. هسا هاي البيعه بتبين على ايش، خواص الخواص، مش البيعه اللي راح يصير في مكه المكرمه. هاي المعرفه، لانه لما اروح المهدي يا احباب الله، والبيعه الاصليه في مكه، بس راح في ناس راح يعرفوا المهدي قبل ما يروحوا على مكه، ولا كيف عرفوا لما يشوفوا في مكه؟ راح يكون معروف، لانه بقى هذا المهدي، هذا المهدي بفل عنه بقول انا مش المهدي. اذا المهدي لما يروح على مكه بكون معروف، مش بس يروح بيعرفوه بس في مكه، لا راح يكون معروف قبل ما يروح على مكه، عشان هيك راح ينعرفوا. عشان هيك هذا الراعي راح يكون من الاولين، بس راح يسبقوا اللي ارسل الرؤيه، مش صاحب الرؤيه، صاحبه راح يكون ايش، هو الاقرب الى المهدي ومن اقرب المقربين للمهدي. والله اعلى واعلى. اللهم اجعلنا من استمعوا القول فاتبعونا احسنا. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.